أهلا وسهلا فيكم. الجلسة حتكون شوي مختلفة لأنه حنبلش بسلسلة جلسات جديدة، هاي بتكون الجلسة الأولى معه، ورح تترحب أيضا بالدكتور عصام خليفة. وقبل ما نبدأ بس في مداخلة للأمين العام المنتخب للكتلة ميشيل هيرون. شكرا رواد، شكرا للجميع على وجودكم وحضوركم معنا اليوم. بدنا نشكر اولا الاستاذ الدكتور عصام خليفه لوجودك معنا، هذا شرف كبير لنا كلنا ببيت التكليف. نحن اصرينا ككتله وطنيه نستقبلكم اليوم ونستقبل المرشحين ابتداء مع الدكتور عصام خليفه، لأن نحن حابين نطلق هالسلسلة اللقاءات سميناها رئاسية تنعرفكم على المرشحين مدعومين من نواب التهيئة. هذا برأينا شيء أساسي لضروري اليوم الناس الرأي العام يتعرف عليهم. الإدارة هو يعني عملنا خيار يكونوا مرشحين مدعومين وبإطار معين هو إطار مرشحين سياديين وإصلاحيين، لأنه بحاجة لهالنقاش فنوصل إن شاء الله لخيار رئيس جيد، رئيس مناسب للجمهورية اللبنانية. نعرف إنه اليوم المؤسسات معطلة كلياً، ولكن هذا الشيء ما بيمنع إنه نحن نكمل النقاش على صعيدنا تنعرف على هالمرشحين. فنبلش اليوم مع الدكتور عصام خليفة، مجدداً هذا شرف كبير لنا. نكمل الأسبوع الجاي مع الأستاذ هشام معوض، والأسبوع اللي بعده مبدئياً مع الدكتور صلاح حنين. شكراً جزيلاً على وجودكم، والأسئلة بعدين نبلش مع مداخلة ومقابلة بين رواد طه الدكتور عصام خليفة، وبعدين أسئلة للجمهور. شكراً. دكتور عصام، مسيرة طويلة أكيد أكبر من أنه نعرف عنك فقط كمرشح للانتخابات الرئاسية، فبدي أسألك اليوم كيف بتحب أنه نعرف عنك هذا الجنب؟ فيني أعمل مقدمة قبل الجواب؟ أكيد. أول شيء أنا بحب لكم أنه مسرور جداً ببيت الكتلة الوطنية، مش لأني مرشح، لأني سيستريك كمان، وأنا قلت له الأمين العام اللي بحنيه هو والشباب اللي عم يقودوا الحزب هلا بمهمتهم بهالمرحلة الخطيرة من مفصل تاريخي للبنان، يلي قال لودريان وزير خارجية فرنسا في لبنان معارض لأمي حق، وجلاجر وزير خارجية الفاتيكان وقت اللي جا على الكاثوليك قال كمان زيت المعنى خوف لبنان أمي حق. ومن أربع خمس أيام مساعدة وزير خارجية الأمريكي باربارا ليف قال الجملة كمان انه بتخاف من تستمر الأزمة ينزح مجموعات من السكان وينهار الجيش والأمن الداخلي ويهربوا السياسيين المصرياتهم بأوروبا ويصبح الوضع رمادا. مين عم يحكي؟ مسؤولة الشرق العدنى في وزارة الخارجية الأمريكية. يعني هاي ثلاث شغلات من مراجع دولية كبيرة بدها نفكر فيها كل ليلة ولا نشوف مصير وطننا ونرايح. ومصير وطننا شايفينه بالعينينا، الليرة اللي بجيبتك خسرت 96.2% من قوتها الشرائية، يعني انت عم تعيش ب 3.8 من القوة الشرائية لليرتك، 80% تحت خط الفقر، البطالة حدث ولا حرج، من الأزمة الأخيرة ربع السكان هاجروا. ما رح فوت بالتفاصيل، 30 مرة الغلا حصل، في شيء سموه مش طاير بالعالم إلا ثلاث مرات المراجع الدولية. من هون كبر المهمة وخطورتها المطروحة علينا. هلا سألتني شو بتعرف عني؟ أنا أستاذ تاريخ، عندي 87 كتاب وشاغل بالأرشيفات الفرنسية والمحلية يعني بكركي وغيرها،
وشاغل بالارشيف البريطاني، وكنت عم بحكي مع الامين العام قلت له ليش ما بتعملوا ملفات عن تاريخ الحزب ومواقفه، ما في شيء بتخجلوا فيه. حتى امبارح بالاستقلال بعض الكتب بتحطوا كان عمل ادي خائنا للاستقلال. انا غلط، انا كاستاذ تاريخ معلم بالجامعه كنت هلا متقاعد في الليع شوي هلا. الرجل كان شايف انه لعبه سبيرز بدها توصل لضم لبنان لسوريا، لانه وضع بالارشيف الفرنسي انه عمل عرض لرئيس الوزراء السوري انه بضم لك لبنان عشان تتوافق سوريا على اعطاء فلسطين للحركه الصهيونيه. كثير مهم هذا الكلام لنعرف انه ايميل الدين منه خائن الاستقلال. الله يرحم اسد نسلو، كان يقول لنا في الجامعه اول ما رحنا استقلال لبنان يعني استقلال لبنان عن سوريا. وانا اذا حدا حضرني امبارح فصلت كلمه الاستقلال، يعني اول شيء في استقلال الدوله بعد انهيار السلطه العثمانيه، وبعدين في استقلال السلطه والمؤسسات عن السياده الخارجيه. يعني في الدوله السياده هي روح الاستقلال. فنحن ب 43 استقلينا عن فرنسا، بس كنا سنه 20 استقلينا عن سوريا وعن فلسطين كمان بالجنوب، وعملنا خريطه كان له دور محوري، كان له دور محوري ايميل ادي في صياغه هذه الجغرافيا لهذه الدوله. وانا منزل كتاب طلع عن كركي هلا 100 عام على قيام لبنان الكبير، بتشوفوا الكتاب مركز الابحاث بقى، وعمل دراسه طويله ومنها دوره للعميد ايميل ادي بالموضوع. وعندكم العميد ريمون ادي ومواقفه المشرفه والنظيفه واللي بتعطي دفع لكم كشباب انه تشوفوا الواقع والمستقبل وتطرحوا بزيت الزخم وزيت الوطنيه برنامج لهذا الامر. يعني انا ما بخفيك يا اخ رواد، انا ماني رجل سياسي بالمعنى العام، يعني انا استاذ اكاديمي عندي مواقف نيابيه رئيس رابطه اساتذه، ولا قاعد بضيعتي براقب الوضع وبحكي بحكي وبأول حكي، يعني ما بخاف الا من ربي. هلا في اصدقاء من الحراك وانا كنت معهم وانتخبت معهم بشمالنا، اطلعوا تمنوا علي اترشح، وكان في اعضاء من شمالنا شو يا جورج ومجموعه تعرف ضغط انه لازم. فانا فهمت المناسبه نداء انه خيب هلا مروجي الفيا الوطن بخطر والانسان بخطر ونحن عم نتعرض للاباده الجماعيه لازم نطلع نحكي، فهي منصة لمواجهة الواقع وضع برامج الواقع. وأنا بسياق بعت للأمين العام برنامج اقتصادي وتمنيت عليه يوزع عليكم بقد ما فيه بالوسائل التواصل الحديثي أو ورقية أو البتردو تنربح وقت للنقاش. فأنا برأيي هلأ الصراع لازم يدور حول برامج عملية وتطبيق هذه البرامج العملية. يعني إذا قعدت نظرت 20 ساعة بخبرية بالهواء وطفل ما عنده دواء ولا عنده حليب ومجاعة تهددنا، وأنا شغل كتير على مجاعة 1914-18 هون كان اللي بتأدي دور بتخليص الناس، هيك عن أنطون إدي خيو لأميل، وهذا أنتو مش عم تذكروا خالص. أنطون كان بإرواد، كان هو صلة الوصل بين بكركي يعني بولس عقل وبين يوسف دريان بالقاهرة، وكانوا يعطوا مساعدات للبنانيين من كل الطوائف، مش المسيحية، الدروز والسنة والشيعة، وهذا دليل روح وطنية معروفة عند يعني الكتلة تاريخيا. فمن هون انه بدنا برامج عملية، خايفي أزمة اقتصادية، مصرياتي ما عم يعطوني اياهم بالبنك، ما عن يعطوني راتبي مزبوط، قوتي الشرائية انهارت، الدولار بيلعبوا فيه،
كيف بدنا نعالج هالامور؟ هذه عينه. فخيي السياسه مش حكي بالهواء، معالجه مشاكل الناس لانماء الناس وتقدم الناس وحياه رفاهيه للناس، مش سياسه مزروك بالمفهوم السلفي التقليدي والمفهوم الدوله الباتريمونياليه. شو بنعني بالدوله الباتريمونياليه؟ انه اهل السياسه بيستغلوا الدوله تياكلوا شو فيها، هن والزلم تبعهم ونسوانهم ولادهم وولاد ولادهم، مش الدوله مؤسسه للخدمه العامه للانماء للعمل وبرامج مستقبليه بالصناعه بالزراعه بالتجاره بالتربيه بكل المجالات بالبيئه. احنا البيئه عم يدمروا لنا اياها. هلا على كل حال هيدا سبب نزلتي يا رواد، يعني كل وحدة هناك إشارة فينا نفوت بالنقطة نفصل فيها. هذا رأيي. يعني هلا أنت تقريبا بلشت يمكن تفوت أكثر عن البرنامج إن كان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. اليوم يمكن نحن بنظام برلماني بلبنان ينتخب الرئيس من مجلس النواب، ولكن بحال كنا بنظام رئاسي بيكون في دور مباشر أكثر للناس تكون هي عم تقرر اليوم مين المرشح يلي فعليا ما تدعمه صندوق الاقتراع. فاذا اليوم بدك تخاطب الناس كل الناس وتلخص لها شوي هالنقاط يلي هلا كنت عم تحكيني عنها الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه، اليوم كيف الدكتور عصام خليفه بيدعم الناس بتبني ترشيحه؟ اول شيء بحب اقول لك اني انا ماني مع النظام الرئيسي، وانا مع تطبيق الدستور ضمن صلاحيات بلد حدد الدستور. يعني بلبنان ما بتركب انه انا رئيس بعمل مثل بدي، ما حدا بلبنان من اي طائفه كان او من اي حزب كان في يعمل بده اياه. هيدا لبنان عايشين ناس مع بعضها لازم تحترم بعضها وتدافع عن كلها، وما حدا فيه يسيطر وحده ويلغي غيره مستعينا بهذه الدوله او تلك. التجارب علمتنا بتاريخنا الحديث والمعاصر انه كل محاولة من هذا النوع فاشلة. فعم تسألني شو بدك تعمل؟ انا بدي اطرح افكار للنقاش مع الوزراء، للنقاش مع النواب، للنقاش مع الشعب والاعلام ايضا من هذا الشعب. انا بالاقتصاد عملت ورقة مع زملاء لي بالجامعة مش وحدي ساعدوني، وانا بعتقد انه في سياسة الاكيب احلى سياسة انه ما حدا ملهم بكل شيء. يمكن انا استاذ تاريخ بس ما بفهم بالبيئة، بتجيب ناس عندهم ابحاث بالبيئة، وهي كارثتنا بلبنان انه اجا ناس يعينوا بهالدولة ناس ما لها دخل بحالها. حط بالجامعة ناس تعلم دكة بالجامعة مزور شهاداتها مثلا، عين مدير عام ما له دخل بحاله، حط بكلية الزراعة واحد طبيب اسنان، عندي لائحه طويله عريضه بالموضوع، يعني حط بوزاره الماليه ناس ما عندها ابحاث وبتعرف شو، حط بالاقتصاد واحد عنده اقتصاد. يعني هون انهيار الاداره يا اخوان، منذ ال 75 انهارت الاداره في لبنان. الله يرحم، بعرف كنت لحسيه فؤاد الشاب، بس انا برايي فؤاد الشاب وريمون قدي اني رجلات دولة بامتياز. فؤاد الشاب لانه عمل شيء اسمه مجلس الخدمة المدنية، فريد الدحداق ما كان يرد على فؤاد الشاب رئيس مجلس الخدمة المدنية، معك شهادة معك كفاءة عندك خبرة عمل امتحان، نجحت بالامتحان عمل تدريب، بعد ما تعمل تدريب فوت على موقع معين. هلا الشباب بدكون دكمه، يعني الدوله هلا فيها فائض كان من الاسباب الاساسيه لانهيارها. يعني في ناس ما بيشتغلوا شيء بيقبضوا راتب، بيكونوا مسافر بيقبضوا راتب، هيدي المفهوم باتريمونيال للدوله مش مفهوم الخدمه. بقى انا مقتنع انه مفروض يجي حكومه كفوقه على كل المستويات، نظيفة
ما في غبرة على صباط حدا منهم مستقلة مخيبس بالاستقلالية وطنية تحب لبنان أرض لبنان وشعب لبنان ما تاخد أوامر من برا. ولبنان له حدود حدود والعالم الألماني هاو زوبر بيقول الدولة هي حدود الدولة. وقت عندك حدود ما فيها سلطة فالتة بفوت اللي بده يفوت. ولا بنحكي عن النزوح. يعني أنا عندي ثلاث نقاط مفتاح الحل هلا: الوضع الاقتصادي والنزوح السوري والخطة الدفاعية. هاو ثلاثة بيمشوا مع بعضهم كمشروع. بعدين بنشوف باقي النقاط الأخرى. فبيعرف عنده خبرة هالوزير بإدارة الشأن العام وعنده أيضا شجاعة في اتخاذ القرارات. في واحد يكون يفهم كتير بس جبان بخاف بيجي واحد قتيل قتله بعيط عليه بيهرب بيتخبى بالبيت. بيصير هو ظاهرا وزير بس اللي عم يدير الوزارة بيكون معينينه جهات معينة بيأكل راسه. لا، الوزارة بده وزير يكون شجاع يقله لهذا الملوش اللي عم يعيط عليه القانون فوق منك وفوق رئيس الجمهورية وفوق الوزير وفوق الموظف فوق قيد الجيش وفوق الضباط الكبار وفوق القاضي الكبير. كلهم هاو بنفذوا القانون بنفذوا الدستور. إذا بدنا نعدله بنعدله بس بيكون في سيادة القانون بدولة القانون والمؤسسات. هلا بالوضع الاقتصادي عندي عدة مداخل. أول مدخل في عندي إصلاح نقدي، الوضع النقدي. الوضع النقدي يا أخوين هيدا الدولار بدو مدامه عن يلعب ويطلع وينزل. يوم طلع مش هيك أمين عام طلع شوي اليوم. في ناس شغلتها وعملتها يطلع وينزل ينزل شوي ليطلع أكتر بيكونوا أخذوا من الناس مصاري. مدامه الدولار هيك مدام الأزمة مفتوحة أول قرار بدو أخذ تجميد الدولار سعر. هلا أنا حاطط رقم 15,000. هلا أنت قلت عجبه كيف بدنا ننزل لل 15؟ أنا برأيي إذا صار انتخاب رئيس بينطبع عليه صفات الوزراء إنه شجاع ونظيف ومؤمن بالشأن العام وما عنده مصلحة ما عنده نسوان وولاد وأصهار يأكلوا الدولة. فهمت علي كيف؟ بتعمل ارتياح بالرأي العام الحكومة والرئيس. بيصير تدفق أول شيء بيردوا الناس عنده 12 مليار دولار ببيوتهم لأن ما عنده ثقة. بيردوا الناس تيصرفوا الدولارات قبل ما تنزل أكتر. فإذا بينزل على السوق كمية كبرى من الدولارات بيتخذ إجراءات مع الجهات اللي عم تلعب بالدولار. انتوا عارفين كيف عم يصير؟ في منصات خارجية بتلفن واحد يمكن من سنغافورة بيقول أنا دفعت 50,000 دولار أو 1.5 مليون دولار بسعر كذا. بيقوم التاني بيقول له كذا. بيصير إشاعة على الماس ميديا بس إنه الدولار صار بالأربعين مثلا. في سيارة فيه ما عنده إجازة عم يلعبوا فيه دولار. هون بدهم رقابة من الدولة والبنك المركزي. فإذا بعض الإجراءات. هلا عندك إجراءات أخرى بيبقى عندك إجراءات إعادة تنظيم السوق المالي تنظيم المصارف دمج نشوف أي مصارف ماشي مزبوط على القانون وأي مصارف تهرب عملة. لأنه بتعرف في ناس عم يجيبوا عملة مشبوهة بفوتوها بطيارة على المطار مليون دولارات ما بتمروا على الجمرك بتفوت على النظام المصرفي. معكم خبرة ولا معكمش خبرة؟ إذا معكم خبرة كان به ما معكمش عن خبركم. فهودي بيهربوها يعني بيسموها الأموال غير النظيفة. من وين جاية ربك عليم بس معروف من وين جاية. المهم تجي لجهة معينة
بعدين نحن منا فقرة، دولتنا منا فقيرة. عندك هذه الأملاك البحرية عالشط، أنا عامل كتيب عنها ومسمي كل واحد كم كيلومتر مربع فيها، ببرق لك نسخة تتشوف لو عملوها الله يرحمه ودي عقل كان معه سرطان وصى وراي، أنا ما بعرفه هو أصله يمكن كتلة، ودي عقل من دمور بتعال كانوا مع إميل إدي سنة 43 إذا بتتذكر. قال لي هيتك بتكتر حكي أنت منك هين، راح بعطيك هالملف شوف إيش فيك تعمل لحتى وكان وقت الدين قليل، يعني كان نظرية إنه إذا الدولة أخذت غرامات من الأملاك البحرية مش تسوية، انتبه للكلمة شو ملغومة، التسوية يعني بتعطيه الأرضين تبع الدولة، الغرامات بتغرمه ما دام في شمس بتطلع، لأنه اعتدى على الدولة وعمر فيها واغتصب أملاكها، بتعطي مئات ملايين الدولارات سنويا أملاك البحرية. دولة عندها مليار ومئتين مليون، مليار ومئتين مليون متر مربع أراضي، مليار ومئتين مليون فيها تستثمرها، مش مثل ما هلأ عملوا بالمادي 51 أو 57 رجوا غيروها إنه الوزير بيأجر على السنوات اللي بده إياه. لا يا حبيبي، أنت وزير فئوي ومعروف من عينك ومعروف من بك تخدم، وأنا اتصلت بأحد نواب التغيير خبرت شباب إنه كيف مرقت شكل، قالوا لغيوها بالهيئة العامة رجعوا فوتوها برا الهيئة العامة، فهمت كيف بتصير؟ بقال لي انك عملوا استجواب كيف بتصير هيدي، انه هالاملاك سنويا حسب المادة 89 بيأجروها، عندك ملايين الامتار بطرابلس الاي بي سي عطيت اراضيها للدولة بعدهم مستلمينها غير الدولة حاطين ايدهم بيستثمروها، فاذا هالدولة في مزراب ذهب اسمه ممتلكاتها، فيك سنويا فيك طيلع. هلا بيحكوا كتير بالجنائي، شيك تحقيق الجنائم، وين هو؟ صار قالوا يحكوا فيه من 3 سنين، طلع شيء؟ ما بدهم يخلوا يطلع شيء، لأنه وقت بيعملوا تحقيق جنائي بينعرف وين المصريات مسروقة ومين سرقها، بيجبروه إنه أنت سارق كذا مليار أو كذا 100 مليون، فضر لهم. في قصة اللي حد بدك نفوت دغري، إحنا إذا بنفوت بكل الملفات خلينا نفوت بالعناوين العريضة نروح عن النزوح، لأنه في كثير كمان. لا لا لا، بدي ياكلوا خبز، خليني آخذ راحتي 3 دقايق يا رواد، مش هيك؟ وانت بالنبطية بتعرف تماما الأملاك الدولة مين أخذها ولا ما بتعرف؟ إذا ما بتعرف مشكلة، لأنه أنت من حزب الكتلة الوطنية، كانت الكتلة الوطنية الأعور أعور بعينه بأجدين السلطان سليم، سامع بالسلطان سليم؟ أكيد. من هو السلطان سليم؟ سلطان العثماني؟ لا الأمين العام يعمل كوادر، يدرب الكوادر يا حبيبي. الكتلة الوطنية كان السلطان سليم فساد قليل إذا قرناه بهذا الفساد الكبير اللي عم يصير هلا. الدولة بياكل الدولة، بفوت على الدولة، بهرب، بيعمل آخرين، يعني أبو عبد اللطيف. بس هلا بيحرقوا دير الدولة، بياكلوا المصفات وشو بيفوت ليها وشو بيطلع منها، وبياكلوا اراضيها وبيحطوا ايدنا عليها بسجلوها بالدوائر العقاريه، فهمت وين؟ ايه بقى، هاي شغله اصلاحيه للكتله بالنبطيه بدك تهتم فيها، تعمل ملف شو في اراضي تقدموا لتحرير الامين العام، هدم بتل حلو عظمهم ازرق بتل حلو، بيقدموا استجواب، بيقدموا استجواب، بيقدموا مذكره، بيعملوا بيان بالاجتماع باستعادة اراضي الدوله. في جريمه ترتكب الان، حطوا براسكم هالشغله، اراضي المصلحه العامه للدوله عم ينهبوها ويسرقوها ويسجلوها باسمه، وهذا ملف كثير مهم يا حضره الامين العام، كثير مهم يجب ملفات. مثلا بالبنزين، بالبنزين والنفط، معلش خليني بق شوي وبعدين بنعمل نقاش، بس اللي انت قديش معي وقت؟ خلص 3 دقائق اتفقنا عليه. خلاص طيب، خلاص يا اخوان. طيب في النفط، هاي جريمة النفط، تعرفوا القصة شيء النفط؟
لبنان كان سنة 1936 يصدر لفرنسا تروى سانكيام استهلاك فرنسا من البنزين والنفط. معكم خبر شيء هاي؟ لا. أما كوش خبر. سنة 1936 أنا كيف عرفتها؟ أنا كان عندي سؤال أخي، نحن مجلس النواب وافق على مواد 36، ليش فرنسا ما وافقتش؟ قريت ملف النقاش اللي صار بين اللجنة الخارجية ولجنة الدفاع بفرنسا، الضباط والدبلوماسي، إنه خي كيف بدنا نتخلى عن طرابلس؟ نترك على طرابلس؟ ونحن عم نجيب ثلاث أخماس وهتلر هاجم علينا وعنا صناعة بتتعرقل، فإذا لازم نضل موجودين بطرابلس. يعني هذا 36، هلا عم نركض ورا القلو ننطر ساعتين تناخد قلو ولا لا؟ ايه هلا بعد بالحرب فلت الملاك، بس كانت الدولة بعدها موجودة عم تستورد النفط. انتهت الحرب 96، بدل ما ترجع الدولة تأمن المصافي وتأهلها ترجع تستورد النفط، شو عملوا؟ عملوا مافيا 13 مستورد، صاروا يجيبوا النفط ويفرضوا على السوق وما أهلوا المصافي ويتقاسموا الجعالة. من التسعينات القصة، من أيام الهراوي، والهراوي الله يرحمه أنا بقولها على لأنه عمل 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 مرسوم التجنيس بال94 كمان والمئة شغلة، كان ضد انه الدولة تستورد النفط. ليش؟ في جعالة بدها تتوزع. هلا بالجعالة شو فلسفتها؟ منجيب نفط مغشوش صوصي فيول تنقول الطن 100 دولار مثلا، بندفع 30 بيبقى 70، 70 نوزع على السياسيين. وسنة 2006 عملوا اتفاق مع شركة سوناتراك بيب، غير سوناتراك الجزائر، انتبه للغم، سوناتراك بيب وين؟ جزر الكاريبي، انه هاي اوفشور تجيب لهم باخرة ملغومة، يستوردوا المغشوش ويدمروا معامل الكهرباء وياخدوا مصاري. من وقتها لهلا 40 مليار دولار خسرت الخزينة. فإذا نحن التدقيق الجنائي لازم يتلقط فينا هودي، يا بيردوا ال 40 مليار يا بيفوتوا على الحبس أو بتصادر لهم أملاكهم، مين ما كانوا يكونوا، رئيس وزارة، رئيس جمهورية، وزير، نايب، سمسار، تاجر، حلاقة، هاي بدها حلاقة. طيب بيرجع عندك استعادة الأموال المهربة. أنا شوي حشري بالموضوع، من 2015 هربوا أموالهم، من 2015 كان في تقرير للبنك الدولي 3 صفحات إنه الوضع إفلاسي بلبنان، شلون صاروا يهربوا. من وقتها في 40 مليار دولار مهرب إلى الخارج لمتمولين كبار وسياسيين كبار ومصرفيين كبار، فهذه تفضلوا ردوه لجوا. وبعدين يسمحوا لنا الدول الكبرى اللي بينقوا وبيساعدونا، تفضلوا ما تخلون عندكم، ضغطوا عليهم تردوه للشعب، اخذينه من قدام الناس. هيدي نقطة بتقوي الثقة. تنظيم ايضا هودي هني، برجع عندك اجراءات مالية، عندي هون ليستا، يا ريت بتوزع البرنامج أنه ما هو حق رواد، أنا فين يحكي 10 ساعات بس بدو يسألوا غير سؤال. فين مزاريب يا رواد؟ مزاريب 34 مزاريب، 34 مزاريب، وهون نواب وبياتهم وأماتهم كانوا عم ياخدوا، لازم توقف له المصريين وجمعية الطنطات ما بعرف مين وقف لهم. وعندك بالإدارات ناس كتير عم ياخدوا وعم يشتغلوا، شيلهم، عمل اصلاح اداري، عمل تطهير الماء عنده شغل، عمل لجنة قوية، شيل ما فتح ورزق من يدكهم بالدولة وعطيه التعويض يعيشوا ودبر لهم تقيل ليشتغلوا، مش انه عم نعمل مجزرة. بس هالدولة بدها دكانة، دولة بدها انتاج،
على كل حال خلينا نفوت على موضوع النزوح والسياسه الدفاعيه، مش معطينا هيك ثلاث اربع دقائق عن الانتصار. بس انا برايي ناخذ ثلاث اربع دقائق عن النزوح وثلاث اربع دقائق عن السياسه الدفاعيه. انا مش عارف ليش معي وقت انا وياكم، بس اذا اجى مصاري للدوله مفروض تعمل تعزيز الصناعه، وانا اعطي اقتراح 1.5 مليار وللزراعه، بدك تاكل انت، وللبيئه لما تاكل شيء ملوث، وللمي عرفت كيف، وللجامعه اللبنانيه في قرار ب 5/5/2008 وانا سالته الامين العام عندك مصلحه الطلاب؟ انا بدرب لك اياهم يا امين عام بعطيهم مع شربل. هاي الجامعه تعمل توازن اجتماعي، تربي الاولاد وتعلمهم، ما في بيات نروح عليه سعوديه ولا امريكيه. أنا ابن ضيعة وبعرف الفلاح جاري بالكاد يعطي ابنه تيشتري منقوشة، كيف بده يدفع 40,000 دولار و30,000 و50,000 دولار؟ الجامعة اللبنانية بتعمل توازن اجتماعي بمجتمعنا، توازن، في يعمل طبيب ب 250,000 هلا، هيدي فكروا فيها وهلا خربوها، وقت استلموها خربوها. عرفت مين؟ يعني خرب الدولة. كمان جماعة الأراضي مش وحده، انتبه، بلشت بالحرب، بس هلا هني بعينوا رؤساء مشكوك بأكاديميتهم وبغيره، وانا عندي ملف، وانا كيف بده يحبسوني انا؟ ولك انا بدي احبسهم واعدمهم بالمحاكم الشعبيه، وكل واحد منهم اللي ضرب المجتمع وضرب الجامعه وضرب الوطن، عرفت كيف؟ هلا البعض بيقول لي شو بتكل؟ هني قوية ومعهم وليش؟ أنا قوي بإيماني بالوطن وبمصلحة شعبي وقوي بالحق، والحق هو اللي بيغلب بالآخر، وين الظلم والظلام ما بيمشي. هلا الجمرك ما راح أحكي عنه والتهريب، ماشي الحال. هودي بالوضع الاقتصادي بعت 8 صفحات للأمين العام وزعوا النزوح. النزوح يا إخوان، النزوح منه جديد. أول شيء عندنا الفلسطينيين في طرطقة قبل يوطنون، ها أولا 400-500 ألف. تاني شيء عندك المرسوم اللي طلع بال94، عندك فكرة يا أمين عام ده صاروا اللي جدسوه بال94؟ 950 ألف. شو 950 ألف؟ عندي أنا لجني مع زملائي إحصائيين بجمعك فيهم بيعطوك ملف كامل بالموضوع. يعني وقت بتحسب أنا بعلم ديموغرافيا بالجامعة، بيشتغل على الأرشيف العثماني، وقت بتحسب الديموغرافيا بتحسب التاريخ، ما في، هيدي قصة واضحة. وبالتالي هالمرسوم هيدا غلط. هلا أخذ مجلس الشورى قرار ما نفذوا، ماشي الحال. هلا الكارثة الكبرى فات على لبنان بهالحرب السورية، فوق 3 ملايين إنسان. مش مزبوط الكلام انه فات 1.5 مليون و800. انا في كتاب لعلي فعور عالم كتير مهم الانفجار السكاني، يا ريت كنت جبته معي، لازم تجيبه من المكتبة عبكرة، في خرايط وفي ارقام وفي تبلويات. هالانفجار السكاني اجوا السوريين بدل ما ننظمهم مثل ما الاردن وتركيا نظموهم، فلت وين ما كان بالاردن حطوهم بكامبات، كم اللي بيفوت معروف من هو، اللي بيطلع معروف من هو، وامتى فات وامتى طلع. نحن انتشروا وين ما كان، عندنا 1200 مجمع عدا عن القرى اللي فايتين فيها وانتشار. هلا نحن في بالمنظمات الدوليه، انا عندي تصاريح بان كي مون، انا عملت مذكره مع الامين العام لبنك لغوتيريش، بعطيك نسخة منها إذا بدك، عندك بقى التصوير معيها بالملف، جبتها أنا والدكتورة كلود كنعان، قدمناها للأمين العام غوتيريش، لأنه اللي قبله بان كي مون بده وطنهم عنا وبده جنسهم الخواجة. كيف بدك تجنس أكثر من نص الشعب اللبناني ونحن عنا 700 شخص بالكيلومتر المربع؟ يعني كيف بدك، يعني في شيء خطير بالسياسة الدولية عم ينعمل لتغيير هوية لبنان. هون شغلة مهمة بدنا نشتغلها. فعم يعطون كل نازح 150 دولار
كريدت كارد بالانجليزي كريدت كارد، وقطر بتضخ والامارات، وكذلك هذا الوضع المادي. اذا عرفنا انه سوريا $50 بالشهر بياخدوا، يعني كيف بده يرجع اذا عم تعطيهم 150 ويرجع لهونيك؟ انا شاركت بندوه هلا بنشوف اخطارها. شو الاخطار لهالنزوح؟ تهديد الهوية الوطنية اخوان، وتهديد اجتماعي اقتصادي، يعني عم تجوف لبنان وتغير له شخصيته وهويته، يعني تلوث ايضا في مجاري الانهار. عم تقروا بالليطاني شو عم يصير وحواليه، والولادات صاروا اكثر من اللبنانيين الولادات. وانا هيدي سنة 2012 كنت استاذ بكلية الاركان، عملوا ندوه طرحت لهم حل قانوني للموضوع. تعرفوا اليوم اذا خلق ولد مكتوب القيد مجبورة ان تعطيه جنسية بس يكبر حسب القوانين الدولية، بس نحن عندنا قوانين بلبنان اذا خلق واحد غير لبناني مفروض المقدار والبلد يعمل تقرير فيه انه خلق طنوس او حنة او محمود او حسين، يبعتوها لمأمور النفوذ. مأمور النفوذ بيبعتها على الداخلية، الداخلية بتبعتها للخارجية، الخارجية بتبعتها لسفير الدولة انه حبيبي خلق عندك ولد اسمه فلان. هلا شو عم يصير؟ السوريين عم يولدوا وعم يساعدون الامم على التوليد وما عم يسجلوهم، ما عم يسجلوهم، يعني هو بعد 10 سنين و20 سنة مكتوبوا القيد، يعني لبنان مجبور يجنسهم، وهم بمئات الوف رح يصير هلا ل10 سنين. وبالتالي هيدي نقطة كتير مهمة، مفروض إذا لك كلمة مع التغييريين وجورج بيساعدنا بهالموضوع يهتموا إنه الدولة تنفذ القانون بهالموضوع. طيب بيرجع عندك أخطار أمنية، خطر على البنية التحتية وننفذ في سوق العمل، المدارس، المستشفيات، أخطار أمنية. شو عرفك هلأ امبارح من 3 أيام قريته بالجرايد أنه وقفت الأمم والمساعدات للسوريين والأروى للفلسطينيين؟ يعني أنت شو بك تفكر أنه في مسلحين وهم ضربين مسلحين وأنت جيعان وهن جيعانين، بيفلتوا جيعانين على بعضهم وبصير عنف مسلح وفوضى مسلحة؟ مش هيك عم تقول بربارة؟ هيك عم تقول بربارة، بربارة وإسرائيل كمان بهمها ننهار، وهل نكبين على ظهرنا بالجوة موكل عنهم كمان بهمهم ننهار، كمان الجيران كلهم في بالمنطقة هندسة شعوب. مش صدفة انه تقتل 11 مليون من سوريا، ومش صدفة بالعراق تفرغ العراق بوادي نينوى وبغيرها من شعبه وحدا تاني يقعد بطره. فبيرجع عنا اخطار امنية، خي معهم سلاح يمكن بدك تشوف الارهاب كان ورجع، اخطار اخلاقية تهريب، وشوف 42% بالسجون من الاخوان السوريين. اليوم شو الحل؟ واصل تشوف الاخطار اشبهها بصلتك محروقة. ما تقولوا ليش تعف. طيب خطة المعالجة بدك اياها؟ ايه بس ما خلصش انا، صد بالسبعة يعني استمرار الحرب بسوريا بدنا تطول، بدو يتدفقوا الناس على المعابر. انا بالضيعة بشغل سوريين وبلم زيتون انا وياهم بالحقلة وبنكش ارضيتي وبزرعها، أنا بحب الأرض والله يرحم بي وجدي، عطوني أرض بدي أعيش منها، لأنه راتبي أنا ومرتي بالجامعة نزل من $9,000 ل$300. بسأله لفلان أنت أنت جيت بلي من شهرين، كيف من شهرين كيف جيت؟ جبنا بطرق لا شرعية وفتنا، أنتم مين فت؟ مع العائلة، معناتها في تدفق يومي
على المعابر غير الشرعية الدخول. هلا فورا بعطيك عام بعطيك حل إذا في حكم مظبوط مش متواطئ وبينقل بسياراته النازحين السوريين على لبنان وبقول بده يرد النازحين. وأنا بعرف شو عم بقول لأنه بيقول لي نحن دفعنا كذا وجينا مع سيارة الحزب الفلاني عرفتين بلون الطرق اللا شرعية ما بخلي غير شرعية خليه يمرق على اللغم بيطلع فيه. إذا بدنا نعمل دولة الدولة هي حدود الدولة تيفوت حدا على الدولة في سيادة لها الدولة بدنا نعرف مين فات وشو فات يعمل وأنت فات شو جايب معه شو أخد من هون. هاي بنقطة مهمة ومركزية بالاقتصاد. نحن خسرنا 20 مليار لأنه فاتوا طلعوا تحت ستار الدعم. مين دعم شو دعمهم في اللعبة بأعلى ضايعة ما دعموا شيء أو التجار والسياسيين والفايتين طالعين. قوانين لازم نغير قوانيننا. طيب هلا خطة المعالجة رقابة صارمة على الجميع على السوريين ومجمعاتهم شو عم يصير شو عم يحضروا مين مسلح مين عم يهرب حشيشي مين فات مين طلع إجراءات صارمة. معك معك بطاقة أنك فات في سجلات بدها تنعمل موجود قانونيا أو مش موجود في من هون. تقييد الدخول والخروج منع التنظيمات الإرهابية داتا دقيقة داتا داتا نعرف مين عنا ما بنعرف شو عنا. تسجيل وقعات الولادات للسوريين مثل ما قلنا يعني هاي تامنا. تاسعا تعزيز صلاحية الأمن العام ووزارة العمل يعني في اللاجئ في العامل نحن بحاجة لعمال من زمان وجاي أنا وصغير يحصلوا معنا شغلة طبيعية يشتغلوا ويرجعوا شيء طبيعي ونحن مع علاقات أخوية بس مش إنه نتغير هويتنا هذا شيء وهذا شيء. بدك تشتغل بتاخد بطاقة شغل وبتدفع ضريبة على الشغل هذه الإصلاحات اللي نحن مترحينا. عمال غير اللبنانيين بيدفعوا ضريبة. الكهرباء مش بلاش حبيبي والمي مش بلاش كمان وبدك تقعد بأرض الدولة بدك تدفع. يعني في إجراءات بدأ أخذ فينا نحكي كتير فيها. هلأ في حملة دبلوماسية بدنا نقوم فيها حملة دبلوماسية بدنا نقوم فيها تنقلوا للدول خيّة مش تحلوا بشكلكم على ظهرنا. انت يا فرنسا نحن وياكي نحن فرانكوفون وهي مطابقنا نحن منصدر 15 مليون كتاب للعالم العربي وهذا تاريخ أدبائنا. روح علينا حبيبي نحن فينا نوطن مليونين انتو خايفين روح لكم عملوا شغل ليرجعوا على بلادهم وعطون مصاري ببلادهم ليش بكون تعطون عنا تيضلوا عنا وما يروحوا على بلادهم. بس أكيد نحن بنحمي الأديب والكاتب اللي هربين من القمع ونحن لبنان هو ملجأ للأحرار في المنطقة. نحن لا شو جينا على الجبال تنكون أحرار ما حدا مخابرات حدا لا من برا ولا من جوا تمنعنا نفكر مثل بدنا ونصلي مثل بدنا ونحكي مثل ما بدنا ونكتب ونعلم بجامعتنا مثل ما بدنا. الحرية جوهر القضية اللبنانية. دكتور بس بالإذن بدنا نغير الميكروفون اللي معك كرمال يسمعوا اللي عايزهم. ايه مثل ما بدك وإذا بدك أنا أسكت بسكت. لا تفضل ولو. هلا ثالث فكرة أساسية الخطة الدفاعية. ثلاثة هو مع بعضهم. يا حبيبي اليوم بجيك واحد بقول لك أنا مع نزع السلاح. خي كيف بدك تنزع السلاح؟ بدك تعمل حرب داخلية يعني؟ هيدا الشيعي اللي معك هيدا جزء أساسي من الوطن بأساسات الوطن بتاريخه الوطن. هاي أولا. ثانيا إسرائيل عدو وخطر علينا بدنا نهيئ حالنا نواجهها. هيك بتقول له بس بتقول له أنا معك لأنه الدولة وحدة السلطة الدولة القانون والمساواة. ما فيك تعمل بارودي أنت وأنا إذا حملت سكين تفوتني على الحبس أنا وياك على نفس القانون. فإذا بعدين بدنا يعني هالأمر نعالجه بالحوار. وكان لبنان وصل مع الرئيس ميشيل سليمان شيء اسمه ميثاق بعبدة
ما بعرف كانوا عندك نسخة منه. مهم كثير سيد عبد الله لأنه كمان وافع حزب الله على نزع سلاحه للدولة. طيب هلأ السلاح عدة أنواع، عندك الصواريخ 150,000 بيقولوا عنها والخفيف. هلأ الدولة منزعجة، يعني لبنان كمان مزعوج من التدخل في إداراته من قبل المسلحين. يعني بيجي واحد ما معه شهادة بيقدم طلب بده علم، عم بعطيك عن تجربة شخصية، بيروح واحد بحط ليستا هاو بدك تحطهم يا حج بوزارة التربية بدهم يعلمهم، بقول له شو شهادته، بقول له هاو شهادته من جامعة ما فيها أساتذة ولا فيها مناهج ومعهم دبلوم. سألته للحج يا حج كيف فوتهم على التعليم تعاقد؟ قال لي شو بدك يا دكتور شو بدك، حط الفرد على الطاولة وقال لي سجلهم يا حج، بده يسجلهم الحج. فإذا دكوا الدولة بناس ما معها شهادات، فإذا تدخل المسلحين من خارج القانون بشؤون الدولة بدنا نضل نعمل هيك ولا بدنا نتفق نوقفها؟ هذا خيار بدنا ناخده بالتفاهم والإقناع. هلا إسرائيل بتنبسط بهالسلاح اللي بفوت تخرب الدولة ولا لا؟ بتنبسط لأنه يعني عن يفوت يعلم واحد جاهل تيتخرجوا الأولاد تعليم الجهل. سامع فيها يا بنت الياس؟ مانك سامع فيها تعليم الجهل. الله يرحم خليل الصياح كيف علمنا بكتبه بالمكتبة تعليم الجهل. نحن في لبنان نتعلم الجهل وهي من كوارثنا. انتبهوا شو عملكم، ما تستخفوا فيها، فكروا فيها منيح. في إصلاح بده يصير بالتربية، ده بده محور وحده. هلا ما رح نحكي فيه، انه بده وقت شوي يا روان. فإذا حبيبي هذا سلاح تقيل، مين بيقبره؟ الصواريخ مين بيقبره؟ أنتوا الحزب ولا بكن تحطوه بالمجلس الدفاعي بأمرة الدولة؟ طيب بهالمجلس الدفاعي عندكم ممثل فيه ايه ولا لا؟ حدا بتعين بالمجلس غير ما يكون في توافق عليه؟ عندكم ممثل وغيركم ممثل، خلي الدولة بإدارتها هالسلاح التقيل، هي تعطي الأمرة وروقوا علينا شوي. يعني هلأ ما يجري الآن إنه حزب الله عامل دولة ضمن الدولة. أنا ماني معادي لحزب الله، بس ماني من الناس الساذجين ماني عارف شو عم يخطط. لأنه أنا بعرف إنه وقت اللي صار المشكلة بالجامعة كان في دعوة عملها محمد عماد الحسيني على فؤاد أيوب. أنا ما قلت شيء، أنا قلت خلي الدعوة تمشي، الدعوة وقفوها. أنا عملت عد حزام صار بدهم يحبسوني. يا خي شو كيف هالحكي هذا؟ أنا رئيس رابطة أساتذة بشارك بالشرع العالمي للتعليم العالي وجبتي أعمل مساءلة، كيف هذا؟ لأني حكيت قلت لازم القضاء يمارس صلاحيته. طيب فإذا هيدا عن سلاح ثقيل. إعادة العمل بالتجنيد الإجباري أنا معه، هيدا الشعب اللبناني مفروض يدافع عن حاله، هيدا الرخاوة ما بتوصلنا إلا للضعف والانهيار. بدنا نكون مواطنين بنقوي جيشنا ونسلحه منيح. تجهيزات القوات، تأمين أجهزة اتصالات، قرار الحرب والسلم بيد مجلس الوزراء. ما فيني أنا أعلن الحرب وفوت الناس بمتاهة ونعرف شو هي وين بنتوصل. تموضع الأسلحة تدرس بين الجيش واللي بيختصوا، مطلوب التفاهم. نحن كلبنانيين نتفاهم بين بعضنا، نفرض تفاهم، نطبق القرارات الدولية. ليش نحن عم نطبق 1701 ولا ما عم نطبق؟ ما عم نطبق، وهني ما عم نطبقوا الإسرائيلية، ونحن عم نكذب على بعض وناطرين بعضنا. قال شو بدهم يعملوا البر والبحر بالترسيم. هلا نحن بوقف هون انا يا روان وشوف شو عندك اسئله، والحضور عنده اسئله لانه عندي كثير اقوله، بس مش عارف انتم شو مطلوب، لازم تبعتوا لي قبل ما اجي.
تصوركم للندوة. تفضل. أنا حأسألك سؤال أخير ونفتح الأسئلة والفضول اللي أكيد عندهم كثير أسئلة. تفضل. اليوم عم نشوف صحيح يمكن جلسات مجلس النواب عم تكون أشبه بمسرحيات وفي عجز سياسي بالوصول إلى أي جلسات جدية لانتخاب الرئيس، ولكن أمر لافت أيضاً هو عم يكون بالجلسات هو تغير عدد الأصوات اللي عم يحصل عليها المرشحين. عم نشوف إنه اليوم أنت عندك دعم من عدد من نواب التغيير، هل عم يكون في أي أطر أو أي تواصل لتكبير هالدعم، تواصل مع كتل نيابية أخرى ولا لا؟ أولاً بدك تقرأ شو عم يجري بإطار الصورة الكبرى. شو بتقول الصورة الكبرى؟ عندك خط إيراني عراق سوريا لبنان، وعندك خط غربي أوروبي أمريكي، ولبنان نقطة صدام بين الخطين. والمجلس النيابي مثل ما مبين النص تقريبا ما حدا فيه يجيب أكترية. بما يتعلق فيي ما عندي وهم إنه بأن حدا ينتخبني. أنا راديكالي بأرائي، ماني إنه انتخبوني وبتراجع. أنا كلامي مواقف، وهيدي معروفة عني إنه هيدا رأيي بعلاج الوضع المالي. بدك تشوف مين مسؤول، بدك ترد للناس مصاريها. نسيت أقول هيدي بالتقرير، ما بدك تاكل ليرة على حدا، بدك تحمل المسؤولية. لازم يبين تدليل الجنائي، يعني الدولة، المصارف، البنك المركزي، الناس المودعين بدهم يستردوا أموالهم. إيه هلا عم يلعبوا تيحملوا الناس المسؤولية والنتائج. إيه هلا أنا طلعوا لعندي عبيتي وقالوا لي بدك ننتخبك، ما تقول تاني يوم برفض. أنا فكرت قلت يا عمي عم نعيط بالحدود البحرية بغيرها، عندي آراء عال بيجيك دعم لأزمة طويلة. أنا ببشركم بسوء طالع إنه الأزمة مش شهور، أكثر من شهور، وأبصر كان راح ينتخبوا رئيس أو ما راح ينتخبوا رئيس. الوطن قادم على مأساة وتفكك ومجاعة وانهيار. هلا انتو بدكم الامين العام بده يعمل النفير العام للكتلويين حيث امكن، وبدنا ندعم شعبنا تيصمد. يا استاذ حلو بده ياكل، في مجاعه بشعبنا بالمدن والارياف، في ناس ما عم فين يبيعوا شيء من انتاجهم. التفاح ما نباع السنه بالريف، مزبوط يا ريان؟ ليش بعتي ببشري؟ ثلاث دولارات اللي باع بثلاثة تقريبا. يعني إذا منين بده يعيش السنة؟ يعني ما عنده غير التفاحات، ما عنده غير التفاحات. الزيت هلا مين عشريون؟ وقت الحدود فلتاني بتفوت التنكي من المشتروه ب 150 بيشتروها ب 60,000، ب 60 دولار، ب 70 دولار، تنافس. فهيدي الريف بدكم تهتموا فيه، في مجاعة قادمة. شوفوا كيف بدنا نربط الاغتراب بالوطن. إذا قريت بدك بليلة أو ليلة ونص تقرأ كتاب المجاعة، لولا اللعبة اللي عملوها أجدودنا ربطوا الاغتراب بالوطن ما عشنا طيبين. أنا جدي كان بالأوروغواي، بي عمره كان صغير 12 سنة، لو ما جدي يبعت البي عبر القاهرة عبر الإسكندرية تربوا أرواد بولس عقل مساعدة، ما كنا عشنا. مات تلت اللبنانيين بالمجاعة. فهل جاي شيء مشابه؟ ما عم بشر بالسوق يا أخوين، عم بحكي رأيي تصوري، وأنا عم بدعي للاستنفار الشعبي ضد الكارثة الموجودة. هلأ بالنسبة للإجراءات شو بده يعني النواب؟ انا ما اتصلت بحدا الا النواب التغيير اللي حكوني، ولا امل انه حدا يقيدني. وانا بيسالوني انه بقدر له، بتشاور انا والنواب شو بده يصير. يعني النواب عم يعكسوا موازين القوى. حزب الله
وفريقه جهة من المتفقين على رأي واحد، والتانيين مع معوض ما فين يجيبوا إلا 43-45. افترض التغييرين وقفوا مع معوض يوصل 65 بيعمل 86، ما بيعمل. فإذا الأزمة مفتوحة، هلا بتقلي وبعدين شو بده يصير؟ إذا نروح للإلوس حل علينا السياسيين والدول ما بدها إيانا نتفكك. لو بدها إيانا ما نتفكك كانت جبرت اللي سرقوا المصريات يردوا ليهم. إذا فرنسا أم حنون هل يهربوا مصارين على فرنسا؟ لازم يجبرون يردون لهم. وأمريكا بتعرف كل دولار وراء والفكتر، تعرف إنه مفكر. اللي منكم محامي بيعرف القصة أكتر مني. فأنا عم باخد الترشح منصة لإطلاق أفكاري. هلا في البعض يلي شو بنطلع من الأفكار؟ أنا شغلتي إطلاق أفكار، شو معي فرق؟ ما معي فرق. معي هلا معي ناس بيعرفوا يدافعوا عن حالي، عني وعنهم. إيه منهم جبنة يعني، وبيقوموا قيمون أشداء للدفاع عن الوطن. وفي ضباط متقاعدين كتير قوية، ونحن عملنا جبهة على الحدود البحرية، ما بعرف كم كنت تسألوني عنها، بحكي لكم عنها. هيدا موقفي، بس الأزمة طويلة طويلة، بدنا نستعد لها ونتائجها الكارثية على شعبنا نواجهها الكوارث. وأنا بتمنى على الكتلة الوطنية كمحب لها بعرف تاريخها تضخ بيانات توعي الناس على الخطر الداهم، وتعمل تعبئة بقواعدها على كل المستويات لمواجهة ما سوف يخطط لوطننا. وأنا بشوف وجوهكم الشبابية إرادة وعزم وطني كبير، وبتمنى هالشي يتحقق مستقبلا. أنا برأيي إنه نفتح دغري على الأسئلة، لأنه بتصور في كثير أشخاص عندهم أسئلة، فبنروح دغري عليهم وبنبلش بالأسئلة. تشكيلات الحصص قالت لي مضبوط حال وصولك بصدة الرئاسة بظل منطق محاصصة معمول بلبنان. جاوبت انه انت مع سيادة القانون وممنوع حدا يطلع له حصة، والله يرحم فريد الدحداح. نعم هلا انا بقول بس فهمت شو معنات فريد الدحداح. مضبوط مجلس كلنا مدني. هلا انا بقول ولكن عمليا وواقعيا النظام الحكم الحالي بلبنان بيتطلب مراسيم حتى تصدر هدول التشكيلات، وعملا بالمادة 54 من الدستور هدول المراسيم رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة لازم يمضي عليهم، وأضف إلى ذلك وزير المال كون بيرتبوا أعداء آلية على الدولة مع زينة الدولة، والوزير أو الوزراء المختصين وما أكثرهم حسب مضمون المرسوم. بطبيعة الحال الوزراء رح يكونوا وزراء سياسيين بهم انه يوصلوا على حصة معينة من هالتشكيلات. هلا سؤالي لك، بحال وصولك لسدة الرئاسة، شو الخطة اللي بتوضع كرمال تمنع هذه المحاصصة؟ كون مثل ما بتعرف صلاحيات رئيس الجمهورية ما بتسمع، فهل يا ترى رح تلجأ إلى التعطيل مثلا عدم الإمضاء، أو رح تقبل بتسوية معينة منع من الشغول اللي نحن حاليا بدنا نعمله، او شو هي الخطه الرديفه اللي بتوضعها حاليا؟ شكرا. اهلا. انا عرضت لك رايي وقلت لك حكومه مستقله ما حدا واسع عليها كفوقها علميه شجاعه كحكومه، معناتها بدها تحترم استقلال القضاء، معناتها قضاء حسب دستور سلطه مستقله، معناتها شو بيطرح القضاء بده يمشي اقتراحه. وبالتالي يعني وسط المحاصصة ما هي خدمة الدولة، ما هي وقت الدولة بتوزعها
شقيقي في كل واحد له شقفة، ما عادش في دولة. الدولة تحديدا بالقانون الدستوري وبوقت في محامين بيناتكم المسيسيين هي وحدة السلطة. طب وقت اللي لك شقفة يقول لي شقفة، ما عادش في دولة. عرفت شو؟ بس عملية كيف رح توصل هيدي الحكومة؟ يا حبيبي أنا ما رح أوصل، بعرف حيلي إيش عم بعمل أنا. أنا بدي حكمهم كلهم هودي اللي أنت بتشكي منهم. وإني أذكياء ما رح يخلوني أوصل، وأنا ماني ساذج، أنا من أنا مراهن على وعي شعبي مثل فضلكم يعيد الانتفاضة اللي واجهها، وكل واحد يعرف حدوده. هيدا شعب هون منه قطيع معزه او قطيع غنم. ترجع الانتفاضه تنزل على الشارع وتكون قويه ومنظمه، واللي بده يواجهها بتواجهه بكل الاساليب. اذا بواجهها ديمقراطيه بتواجهه ديمقراطيه، اذا بده يواجهها عنفيه بتواجهه عنفيه، بتعمل محاكم شعبيه. فهمت شو بس هيك؟ عم اقول لك رايي، هيدا رايي. وانا ماني ساذج اني مرشح بدي اطلع رئيس جمهورية من الاخر، بس عندي يقين انه بشعبنا في ضمير عام، في وعي عام بالخطر، ما راح يسكت عن الكارثة. كمين مساء الخير دكتور عصام. اهلا. يمكن انا كمين بوراني كتلة وطنية، يمكن انت ما بتعرفنا بس نحن بنعرفك، وكمان مرة أهلا وسهلا فيك حضرتك، يعني موسوعة تاريخية قيمة وقيمة مضافة وطنية كبيرة جدا. أنا سعيد جدا بالتعرف عليك. فعلا حكيت شيء كتير بيتوافق مع اللي نحن بنفكر فيه، إنه بركي في ثلاث أزمات مصيرية عم تتهدد البلد، انهيار اقتصادي، سلاح حزب الله، وموضوع النزوح، وهن فعلا يعني ثلاث ازمات كبار شغلتنا نشوف كيف بدنا نتعاطى معهم. كمان انما كمان ذكرت بموضوع فعلا مواضيع يعني مواقفك بموضوع اللاجئين وبموضوع سلاح حزب الله كان تقريبا واضح ولو ما اضطرنا له بشكل مباشر. هنا ما عندي سؤال متعلق بالحلول الاقتصادية للأزمة الحالية. ذكرت حضرتك أنه المسؤولية لاستعادة أموال المودعين يجب أن تقع على، وعم بقولهم بالتسلسل يلي حضرتك قلتهم، على الدولة والمصارف والمصرف المركزي. سؤالي تحديدا، هل حضرتك دكتور عصام مع تحميل الدولة جزء من الخسائر أو لا؟ هو لازم واحد يركز على التحقيق الجنائي تجاوب جواب علمي على اللي تفضلت فيه. عم تسمعني كيف؟ انه هي كيف راحوا على المصريين؟ تعالوا نشوف. وقت بقول كيف؟ انا هم بعني الدولة رجال الدولة، مش الدولة كجسم دستوري. انا كوزير عملت صفقات بالنفط ب 40 مليار، ب 20 مليار. اتفضل يا اكس من الناس رد لي ال 20 مليار. عم تفهم بأي مال الدولة؟ عظيم. رجال الدولة يعني الدولة، رجال الدولة الذين أخلوا بمسؤولياتهم وخانوا الأمانة واستغلوا موقعهم بالسلطة. والدولة كمان كجسم بده يواجه الكارثة، طب عندها ثروات بأراضيها بالشواطئ، شايف الذهب مش بيعه تأجيره، كمان فيك تأجره مش بيعه تأجيره. الدولة عندها موارد ضخمة كدولة، إذا أحسن إدارتها، مش رجعنا مفهوم النهب الباتريمونيالي اللي حكينا عنه، بدنا دولة تخدم المصلحة العامة، هذا هي. بقى أنا بقول انه المصارف مسؤولة، بيجوا المصارف بمرق خبري، وبتمنى الكتلة ما توقع بهالغلط، انه خي السلسي خربت الدنيا. ولا حبيبي تعال اشوف من 1990 لل 2019
صارفين على القطاع العام أجور 82 مليار دولار. انتو المصارف ليش اخدين فوائد؟ اخدين 90 مليار دولار فوائد. مين بيكون اخد اكتر؟ القطاع العام ولا المصارف؟ بعدين انتو خدتوا يا خيي هذه 6 مليار ونص هندسات مالية، مزبوط ولا لا؟ فوائد 40% 30%، كيف خدتوها هاي؟ كيف هالبنك صار معه، كان معه 100 مليون صار معه 100 مليار دولار 50 مليار دولار؟ في شيء مش طبيعي بدكم تتحملوا يا شباب، مش تاخذون انتو كمدير بنك وصاحب بنك المصريات لبرا وعفى الله عما مضى. تعال حبيبي لهون، هون انت سرقت بدك ترد اللي سرقته او جزء كبير منه. البنك المركزي يعني دو فاكتو اكيد في خطا عامله رياض سلامه، قديش وكيف انا ماني قاضي، بدها تدقيق بقى القصه. بقى فهمت علي التوزيع؟ ايه. شو يا رواد؟ شوف اذا عدم الشباب بعد موضوع السيده ناجي. تفضل. مساء الخير دكتور عصام، يا اهلا ترحيبنا وتقديرنا الكبير لك. الله يخليك، الله يخليك. انا كثير مبسوط شوف وجودكم الشابه، انتوا امل غدنا احنا اختياريه صرنا من الماضي. الله يرحمه. اهلا دكتور عصام، عندي سؤال هو انه انت قراءتك لميزان القوى الحالي اللي موجود داخل المجلس النيابي، هل بيسمح بانتاج رئيس الجمهوريه بالحد الادنى من المواصفات؟ وحضرتك ذكرت كذلك الامر انه انت ما شايف انه عندك واقع جدا بقراءتك لحظوظك بالوصول لهذه الرئاسه، هل ممكن تكون عم تساهم كمان بطريقه معينه بايصال رئيس في حال ما وفقت بهذه المنافسه يملك الحد الادنى من المواصفات، مع يعني علمنا لخطوره المرحله مثل ما ذكرت حضرتك والحاجه الى رئيس جمهوريه باقرب فرصه يملك الحد الادنى من المواصفات، او الحل كليا من خارج المؤسسات كمان ممكن هيدا قضية معقدة مثل ما شايفها أنا، صعبة بس منا مستحيلة، معقدة وصعبة بس منا مستحيلة. منا مستحيلة. هلا بتسألني أنا أكيد بحاول قد ما فيي ساعد بالقدرة المحدودة اللي عندي إياها، ما عندي نرجسية أقول أنا بعمل حل. أنا مواطن شايف ما يجري خطير على وطني وجدودي وجدود جدودي من يولي دولي، الدولة رايحة للفناء والشعب اللي ما عندهش دولة منه شعب، ما عنده هوية. أنا بعتز بهويتي لأنه في وراي النهضة العربية جدودي عملوها. أنا عامل جردة بالصحافة والمطابع وهلأ قبل الأزمة قبل التسعتاش 15 مليون كتاب بنصدر للعالم العربي، يعني بيروت ولبنان رئة الثقافة بالعالم العربي. هلأ واجبنا نعالج الأزمة. هلأ أنا بالنهاية براهن على الضمير الوطني، يعني بده يستيقظ الضمير عند فلان وفلان وفلان وفلان، لأنه الكل بدهم يوقعوا بجهنم، ما في حدا وحده بيخلص. وهذا قدرنا. يلي بيقرا وصايا الامام محمد مهدي شمس الدين هائله ورائعه، عندك اياها؟ ايه صورها امين عام، صور له اياها للشباب اكيد رواد حافظها تجي على الكتله ولا لا؟ للصراحه لا. لا بدك تعطيه نسخه. هلا ايه. انا مني من الناس اللي بيحرض على الحرب داخلية. انا مؤمن بالحرب اللي كانت موجودة، انا كنت ضد الحرب ولا ازال، وكان في قصف ومدافع وتتبيع. نحن عملنا شيء اسمه الحركة السقفية وجبنا الناس من كل المناطق تتناقش، ومحسوبك قاد مظاهرة
مع معدير لنيز بتون الضيعة تشيلوا الحواجز تلاقينا غربا وشرقا. ومش مظبوط الكلمة اللي قالوا لكم يا وقد تدخلوا وأوقفوا الحرب. يا حبيبي نحن قتلنا الحرب. أنا بمكتبتي عندي عريضة 3000 متر سامع بعريضة 3000 متر لا للحرب نعمل السلم عندي إياها حطيناها على المعابر عند المتحف. بقى الإنسان بده يؤمن بالإرادة التاريخية إنه أنت فيك تغير التاريخ مش قدر والله محسوم علينا ننفني ونموت وننهار. لا يمكن يصير استيقاظ وفي مؤشرات من كل المواقع بدأت تستيقظ بالنهاية إنه شو بدنا نعمل البديل عن وطننا اللي كله شو بدنا نعمل بنروح على الانتحار نلعب لعبة الغير يلي بده يدمر وطننا واقتصادنا وثقافتنا. تعرف شو معنى الجامعة اللبنانية ما تعلم 80,000 ولد بيتهم ما فيني بعتهم بدون يروحوا بلا تعليمه. تعرف شو معناتها؟ نحن الجامعة كانت 70% و60% وطلاب تعليم العالي صارت 30% هلا فقسوا تكاكين الجامعات الخاصة. بدنا نعمل تسوية ونعمل إصلاح مش لأنه البنك الدولي بده لأنه ما فينا نعيش بلا إصلاح. والإصلاح بده كتير جوانب ما فتنا بالبيئة ما فتنا بالزراعة. نحن عندنا 680,000 هكتار عم نزرع 200,000 عندنا ميتنا بتروح على البحر. نهر إبراهيم 98% بروح على البحر. نهر إبراهيم فينا نعمل كهرباء وفينا نعمل ري. في عندنا نهر بصب بالهري سامع فيه 700 مليون متر مكعب سامع فيه مش سامع فيه إذا تحت الأرض بصب 700 عند اللي طال 700 مليون متر مكعب. هيدا اللي طال شو عملنا ببيته لوسناهم. البحيرة الله يرحم عبد العال يلي عملنا إياه ولا حول سليم المهندس وألفريد نقاش مهندسين كبار اللي عملوا لنا السدود. بقى بدنا ندافع عن مستقبلنا وهيدا قدرنا ما فينا. وهون أهمية البرامج. فيني أقف على نظريات يومين حكي بس بدنا برامج عملية. كيف خيي بدك توقف الدولار؟ اللي خيي على بكرة الليلة كيف بدك توقفه؟ نحن فايتين إذا ماشي الوضع هيك كأنه قدر. يعني قدر يعني بكرة أنت بدك جوع وهو بده جوع والأسعار بدها تضل تغلى وتعلى والحدود فالتة. عم نفهم مع بعضنا؟ يعني أنا برأيي نقل السياسة من الكلام والعنتريات والقواس عرفت شو؟ إلى حاجات الناس. هلا القواس ضد العدو الخارجي نحن كلنا معه بس على بعضنا أعمل لك فرد وقول لك نضيلي على هالورقة أرضيتك بمنطقة معينة توهبهم أو تعطيهم ما عم يصير. هلا في القانون يا حبيبي القانون في الملكية الخاصة بتحترمها مش شغلة هيك. هذه هي نعم. بلشنا مع الأمين العام ومنخلص مع الأمين العام. دكتور عصام شكرا جزيلا. كان عندي سؤال سريع قبل ما نختم. بدنا نبعد شوي عن الاستحقاق الرئاسي. انت حكيت عن الاستيقاظ. انت كنت حلو اعرف كونك انت كنت وبعدك قريب من جو الجامعات والطلاب. انت كنت جزء اساسي بعتقد من الحركات الطلابيه من الستينيات والسبعينيات للتسعينيات ولليوم. كيفك تقارن انت هل تحركات والتيارات الطلابيه بالستينيات والسبعينيات للي صار بال 2019 للي سميناه نحن الثوره من ناحيه الرؤيه من ناحيه النضوج من ناحيه النتائج؟ هل فعليا راح نقدر نحن نستيقظ؟ هل راح يصير هالاستيقاظ ولا لا؟
أنا عندي إيمان مطلق إنه إيه شعبنا بده يستيقظ، بده يوعى، بده يدافع عن حقوقه، وعندي أمل كبير بس مش رومانسي، بده شغل. أنت بدك تشتغل وأنا بدي أشتغل وهي بدها تشتغل وكل واحد بده يشتغل. برامج حوار وتثقيف. أنا سميتها عامية، يعني الثورة أنا بعلم تاريخ، بعرف كيف صارت الثورة الفرنسية والثورة البلشفية والثورات الأمريكية، بعرفهم وبعرف إنه الأفكار بتقود المجتمعات، بدنا أفكار خلاقة. يعني الثورة الفرنسية كان في عندك سياسة، مش رح فوت بالتفصيل، عندك ناس عملوا تفكير، عملوا وطرحوا ومشيت الثورة. هلا نحن بحاجة هلا ليقظة اجتماعية. نحن بالفترة اللي عم تحكي عنها سابقا نازلين من الضياع، عنا إرادة إنه بنغير بالتاريخ. كنا اتصور إني أنا بكلية التربية بالي بطنب الكبرى وطنب الصغرى بالخليج إنه إيران أخدتها لازم ردها على بتعرف الجزر أوليك. يعني كان عنا رؤية على مستوى العالم العربي قضية الفلسطينية، قلنا إحنا اختلفنا مع الحركة الوطنية هالنقطة، يمكن الكتلة معنا كنت كمان إحنا وياها، نخيل إحنا مع عدل القضية الفلسطينية، بس مش أبو عمار بده يعمل لي إصلاح بلبنان، يروح فلسطين هو، يعني إقرار بالعدالة القضية، ولكن عدم تدخل فلسطين بلبنان وعدم توطينهم بلبنان. يعني فهمت علي؟ بقى أنا وقت كنت رئيس اتحاد الطلاب من الأمين العام السابق عندكم كلود، كنت تلميذتي بالليسي وعشرات غيره كانوا الدنيا مستعدتهم الطلاب، كنت أخذوا العلم ظاهرة مع طلاب الجامعة وننزل على البرلمان، كنا نخوفهم كتير. بس كمان هداك البرلمان كان فيه ناس يستقبلونا ويحاورونا يسمعونا وينفذوا مطالبنا. هلأ في ناس مسألين عن حدا انه اضرب سنة وشهر وشهرين وعمال مظاهرة من اوصك بعينك او غير عينك، ها؟ يعني في قمع دموي واستبداد دموي بده معالجة، منشوف كيف. هلأ انا برأيي لازم نرجع نحيي تحركاتنا الشعبية وما نخليهم يستمروا بإذلالنا ومجاعتنا. عم يفرضوا علينا التوطين، عم يفرضوا علينا الاستيطان للنازحين، عم يفرضوا علينا التخلي عن حقوقنا بالبر والبحر. ما حدا سألني عن الحدود البحرية، كنت جيب هوني 5 خرايط تتبركي حدا سألني تقلوا نحن قديش نغنيا. بدكن نحكي كلمتين عن عين؟ تفضل. عندي خريطة جبتها من جمع، هذه خريطة إسرائيلية، خريطة بتأكد إنه قبل ما اكتشفوا النفط بتأكد إنه الحدود البحرية لإسرائيل من قبل الجيش الإسرائيلي بعيدة 6 كيلومتر جنوب الخط 29، جنوب الخط 29. هاي بالدعوة، موجودة بالدعوة عندك، ما كان هون بعطيك صورة بتصور الدعوة. هاي خريطة إسرائيلية، هيك هون بالنقورة في حقل، حقل ما فيش حقل مهابيلو يوقف هون على النقورة، خلاص النقورة. هيك هيدي خريطة كمان من إسرائيل، هون ليك لبنان قديش في آبار نفطية وغازية. هلا هون بال 1500 متر عمق بالبر تحت الماء، هون 2500، يعني هون أصعب شوي من هون الاستغلال. هاي خطة إسرائيل لخطوط النفط والغاز، عندها بروجي عم تدير الشاطئ يمرق بلبنان ويحدي بروح على أوروبا. هلا هي من مصر عم تصدر، من مصر هي عندها منصة تبعث دغري أو بتبعث تسييل الغاز من مصر. هذه خريطة تركية، أتراك قوة إقليمية عم يشتغلوا كتير. ليك دش في آبار نفطية وغازية حسب رأي الأتراك،
شايفين الإكس الأحمر؟ كل إكس أحمر برأيهم في بير وأبار. هذا كريش وقانا، نحن سمينا قانا، هي البلوك 72. ريتوا من 5 أيام أنه إسرائيل وتوتال وتوتال شو اسمها توتال إنرجين اتفقوا بالبلوك 9 كيف بدهم يوزعوا الأرباح. طب حبيبي ما هنا التسعة وراء الخط 23، كيف جايين أنتوا تتحكموا فيه؟ وين إحنا مصالحنا وسيادتنا؟ بعدين أنت يا دولة هودي السعيدين اللي تخلوا عن ثروتنا، إيه؟ أنتوا عملتوا اتفاق مع توتال 79% تاخد بالتسعة و60% غير مطرح 60-61 كده. طيب هناك في مخاطر، لا مش في مخاطر، ليش بتخلوا لهم السبعين؟ حدا سألوا شي السؤال لتوتال؟ ولا نحن كرمون على درب تهجم قبرص علينا؟ إسرائيل بتاخد 1430 وقبرص 2300 وسوريا 750، شو نحن ونحن عم نجوع؟ ها هاي إسرائيل من 2020 عم تستغل قانا وكريش، هاي المكانات تبع إسرائيل. اللي بدي أقول لكم إياه، في استهتار فينا، في بدأ يقصى. أنا بقترح عليك يا أمين عام خلية أزمة بالكتلة، خلية أزمة من الشباب الطيبة، تعملوا خطة. أنتوا عندكم تاريخ بجبل لبنان خصوصي وبالمناطق كلها، جيب الأرشيف القديم وحركش فيه. هاش في عندكم ناس بالمناطق، رجعوا عملوا نهضة وعملوا ضخ إعلامي. هلا رواد يعدنا بالنواطية بيفتح قصب قوي رغم المصاعب، بس عشرت تبع شو الشرط؟ يقرأ وصايا الإمام شمس الدين، إنه هيد الشرط الضروري، بلاه ما في يشتغل هونيك، وإلا بيشوش هونيك. هونيك فيش سياسة، في بارودة. ولبنان جوهره ضد العنف والقوة واحترام التنوع. هيدا رسالة العميد قدي خلال الحرب، ميثاق عنايا. حافظوا لميثاق عنايا عندك ايه؟ انا كان لازم شوفه حطه هون مثلا، يلا حطه علقه بالحائط. انا استاذ تاريخ، انا بعلم بالتاريخ. وقت كان في حرب، ليك شو في عنا، وقت كان في حرب كان عندي ميثاق اهالي. بس استاذ عصام اللي عصاك في صليمة، سامع بصليمة؟ اول مغترب وسيف النصارى بالكتلة الوطنية من صليمة، بيت الشعلان. سيف النصارى اللي دمروا له بيته، سيف النصارى. تعرف شو عملوا اهالي صليمة بالحرب القرن 19؟ كانت الحرب قايمة بين الدروز والمسيحية، عملوا ميساء اللي بيهجم إذا هجموا الدروز على صليمة بيقتلون الدروز، وإذا هجموا المسيحية على صليمة بيقتلون المسيحية. أنا هيدا كنت أعلمه بالحرب، تقلن ليكوا أجدادنا كيف عايشوا بهالجبل، دافعوا عن كرامته بوطنية ضد الفتن وضد العنف الطائفي. وعنية امتداد لهذا، لانه وقت كان في تهجير قام العميد قدي بجبيل ووقف ضد التهجير ضد العنف بجبيل. وانا بوصيكم ضد الطائفيه، انا مع العلمانيه، انا مع علمنه الدوله والمجتمع والتربيه والثقافه. هيدا خلاص المعتقلات الطائفيه والعصبيات العنفيه والايديولوجيا المسكره، هيدي موت لشعبنا ولشبابنا ولدور لبنان في المنطقة أو في العالم.